جديدة من برنامج يوم مع ميسون مع الفاشينيستا اللبنانية تمارا جمال. هي واحدة من مدونات الموضة الأكثر تفاعلاً على مواقع التدوين وخاصة موقع إنستغرام، وتشارك طبعاً متابعيها ومعجبيها بأناقتها وبإطلالاتها دائماً. تمارا مساء الخير. مساء النور، يعني شو هالمقدمة الحلوة. مختصر مفيد، وشكرا على استضافتنا ببيتي. أهلا وسهلا تمارا. من هي تمارا جمال؟ اللي هلأ عم بيشوفنا وما بيعرف قبل مين تمارا جمال، أكتر شي بتحبي ينقال عنك شو؟ مثل ما بتعرفي المواقع التدوين والإنستغرامرز يعني صاروا كتير معروفين بهيدي الكلمة اللي هي الإنفلونسر، بس أنا بالنسبة لإلي شارك كل شيء بحبه بعالم الموضة والفاشن. في ناس بتلقبني as a model، في ناس بتقول as an influencer as a blogger. أنا بالنسبة لإلي I take it professionally، يعني أنا بالنسبة لإلي هيدا شغلي، هيدي مهنتي، إن كان تدوين اسمها أو حتى موديلينج. يعني ايه، ما هو كرمال هيك انا عم بسالك، يعني اوقات ما يعني موديل بس ما بعرف، موديل فاشينيستا انفلونسر، في هدفك شيء تعملي على السوشيال ميديا؟ بدي ارجع لموضوع هدفك بس خلينا لعم تقولي اكيد هذا حبك وشغفك. هاو ديد ذس ستارت؟ من الاوائل اللي كانوا على الانستغرام وفتحت صفحتي كانت برايفت، كنت من خلال هذه الصفحه شارك لوكيتي، يعني انت صورك كل يوم كيف تطلعي، كيف اللوك تبعك، شو لابسه اليوم، شو اشتريت، شو حطيت. بس يعني من تقريبا 5-6 سنين صار هيدا الشيء لقى قبول كثير من عالم، وحسيت انه العالم بدها تشوف اكثر وصاروا يعملوا فولو اكثر، فرفقاتي كلهم قالوا يعني ممكن هيدا الشيء يكون public، فليش ما يعني go public، افتحي صفحتك وانشري اللي بدك اياه. يعني هذه بالنسبه لي صفحتي الشخصية، حلو، بس كمان شغلي بنفس الوقت. ف يعني it's my platform وعالمي اللي بحب فرجي فيه كل شيء أنا بحبه. تمارا بشغلك نرجع له، وهلأ طبعاً بهذا العصر صار مين ما كان بده يعمل، ويمكن مش غلط، في ناس بأكيد حس النية بدها تجرب وبدها تبلش، بدها تنزل صور، بدها حتى اللي بينزلوا فيديوز، مش الكل بينزلوا فيديوز أو إشي على أساس مهضومي، وفي مع بعض الناس تطلع أبداً مش مهضومي. إيه، شو المعايير، شو لازم يكون في؟ أكيد ما ضروري درس أو يعني دراسي وهالقصص، بس في أساس معين لازم يكون موجود عند وحدة تتنزل مثلاً كإطلالة أو whatever تصير فاشينيستا، أو بدهم ينزلوا فيديوز يشاركوها مع الناس؟ يعني أنا بالنسبة لإلي صراحة كل واحد بيتميز بشي. أول شيء بفكر فيه أنه ممكن الواحد يركز شو هو المحتوى تبعه، شو اللي بده يقدمه، يعني ينقي نقاط معينة هو منيح فيها، بحبها، عنده محتوى يقدم فيه، لأنه بالنهاية أنت عم تكوني محتوى، يعني you're creating content، وهذا الشيء صار الشغل نفسه أنك تصنعي محتوى وتقدر تقدميه للعالم. فينقوا شو هو الموضوع اللي بدهم يركزوا عليه، ممكن تكون كذا موضوع مش ضروري موضوع واحد. بالنسبه لك شو اهم محتوى انت بتركزي انك تقدميه اليوم تضلك مختلفه، ولانه في منافسه، يعني بنرجع بنقول صار في كثير بهذا الشغل. قبل ما نحكي عن موضوع التحدي، لان انا بعرف انت بتعتبري الوحده لازم تتحدى حالها وبس، واهم حدا تتحديه. صح، انا بالنسبه لي اكيد الموضه او الازياء شغفي، يعني هذا الشيء من انا صغيره بحبه. يمكن اذا فرجيتك صور انا صغيره كنت على طول امي تقول لي بحط مكياج، بحب اغير ثيابي 20 مره باليوم، عندي مثل هيك، عندي هذا الشيء من انا صغيره، فاكيد كان صعب اني اطلع منه على كبر، وفعلا بعد عندي اياها، يعني بطلع كثير ناتشرال انه انا وبالمول بتسوق، بحب لبق، بحب غير، يعني عندي الذوق اللي بحب احطه بلوكيتي ويعني باطلالات اللي انا بطلع فيها. وبس طبعا كمان عندي محتوى تاني، ان كان بالبيوتي، باللايف ستايل، حتى من قبل لما كان فينا نسافر اكيد كنت احط محتوى كثير عن السفر. بس النقطه اللي بدي ركز عليها هي المحتوى، انه يكون كونسيستنت، يعني يكون شيء دائما موجود لحتى العالم ما تزهق او ضلها تشوف شيء جديد بالنسبه لإلك. يمكن هيدي نقطه كثير مهمه، وبفتكر كثير من العالم بيوافقوني بهذا الشيء، بدك تضلك مداوم، يعني هذا شغلك بالنهايه، ما فيك
تغيبي صح. وترجعي تنزلي شيء وترجعي صح. تغيبي يعني بده يكون خاصة بهيدي المجالات صح. في بعض المجالات إذا غبتي ممكن عن جد الناس صح. تنساكي مش مرتبط الموضوع بقداش مؤثرة أو لا لأن عن جد هذا المجال وانت بتعرفي يعني. أكيد على الانستغرام في عنا ألغوريثم معينة فإذا أنت ما دليتك على صفحتك مداومة هيدا الشيء أكيد بيأثر تتعرضي تمارا لقصص اكيد خاصه الناس يمكن المعروفه كثير والموضوع البولينج بنعرف كثير هلا منتشر ان كان على السوشيال ميديا او غيره كيف تتعاملي مع هيك يمكن تعليقات وكيف بتحسي غير موضوع حتى شو عملتي على الانستغرام مثلا بهيك موقف وانت كيف بتتضايقي ولا تعودتي ليكي بعد فتره طويله بهيدا المجال بتوصلي لمرحلة هيدا الشيء ما بقى بيأثر فيكي بس هيدا أكيد من بعد فترة يعني من بعد وقت طبعاً ما حأنكر أنه كل اللي تعرضنا بضل في عالم أكيد بدها تتنمر وبدها تحكي بس توصلي عن جد لمرحلة هيدا الشيء ما بيأثر فيكي ليه؟ لأنك عرفتي أنت المحتوى تبعك شو هو وصلتي لقناعة معينة أنه أنت اللي عم بتقدميه مقتنعة فيه مليون بالمية وبتحبيه واكيد بتحترميه واللي هو بالنسبه لي لو اني ما بحترم شغلي ما بكون عم اقدم فيه فبس توصلي لهالمرحله من القناعه ما كثير بتفرق معك والحمد لله المحبه كثيره وبركز على هيدي الفئه من العالم وبتغاضى عن الفئه الثانيه اللي هي عن جد ما بتاثر علي يعني عن جد توصلي لمرحله ما بتتاثري ما في حدا ما تعرض للبولينج يعني بفتكر كلنا حتى خاصه بالمراحل الاولى بنتعرض للبولينج وبعدها مكملة بس الفكرة هي كيف بتتعاملي معه وكيف ما بتخليها تأثر عليك صحيح طب كيف بتتعاملي معه أول شيء بتردي ولا لا تاني شيء بينك وبين حالك كيف تتعاملي معه يعني إذا شيء مرة تعليق عن جد زعجك أنت بينك وبين حالك كيف طلعي حالك من القصة وبتردي على السوشيال ميديا ولا لا هلأ ليك موضوع الرد في كتير ناس بيقولوا لك يا عمي طنشي وما تردي وشو بدك بهالحكي يعني وما توجعي راسك وبتعرفي هول القصص امرار هيك بكون بالمود اني رد عبالي افتح موضوع وافهم عن جد هيدا الشخص انه ليش النقص لانه ليكي بالنهايه بينتج عن نقص موجود بالانسان ومش فيكي ليكي ضحكتي ايوه شوف الضحكه طيب بموضوع التحدي بشغلك واللي قلني قبل شوي انت بتعتبري تتحدى حالة الوحدة هيدا اهم شيء انت اهم منافس لحالك نعم. لتمارا جمال انت عم بتنافسي انت مين كنتي امبارح انت عم بتطلعي بمشوارك بتقولي انا وين كنت وين صرت مش غيري وين وانا وين في نقطتين كتير مهمين الواحد بيركز عليهم إن كان بشغله أو حتى على حياته الشخصية أو بمهنته You are your only competition وأنا هيدا الشيء مش بس بقوله بآمن فيه ويمكن لو ما بفكر بهالطريقة أنا ما بوصل للي قدرت أوصل له بهالوقت ومثل ما قلت لك يعني محمد العالم هو الشيء ما فيك توزنيه فانا صحيح. فرمية انت بتنافسي حالك بتنافسي مين كنت امبارح ومين بدك تكوني اليوم وبكره تمارا مع قرب شهر رمضان المبارك كيف بتشتغلي مشاريعك بتتغير ممكن لا تاخدي فاكيشن ممكن بالعكس يكون عندك مشاريع يمكن خاصه لهالشهر اي نعم طبعا لشهر رمضان اكيد في عنا دائما كولابوريشنز لهذا الشهر وطبعا هني من اكثر الشهور اللي انا بحبها هون ما في اكيد بريك او فاكيشن لنا اتس ون اوف ذا سيزونز يعني انا بعتبرها كمان وكونه انه كمان قرب مع موسم الصيف فان شاء الله في تحضيرات كثير لموسم الصيف كمان وعم تقولي من احب الفترات عندك والمواسم هون نعم. لانه خبيره كثير بهون كنت عم تقولي لي قبل الهواء انه خلقاني حتى صح. هون انت تمارا خبرينا شوي عن الامارات قديش بتعني لك كونك هالقد صار لك صراحه يعني الامارات بالنسبه لي فيك تقولي بيتي ومكاني انا كبرت هون درست هون تعلمت هون حياتي كلها هون يعني بالنسبه لي اتس ماي هوم وعائلتي هون فأكيد الإمارات بتعني لي كتير
وبعتبر حالي من يعني فيك تقولي بنت البلد. يعني هذا شعور فخر، ودائما بقول ودائما لما بطلع لبرا وبحكي ان كان بلبنان او برا بيقولوا لي انه انتمائك للبلد هون شيء مش طبيعي. فبالعكس كثير فخوره انه انا من العالم اللي قدرت تكون بهالبلد لفتره طويله. بس رحتي عشتي فتره بلبنان؟ ولا مرة. درستي او شيء؟ ولا مره؟ لا حياتي كلها متواصله. نعم. ما رحتي كم سنه لتحت؟ لا ابدا، يعني حتى مشاويري على لبنان كانت كثير قليله، كنا ممكن نقضي موسم الصيف او بالشتاء او مناسبات خاصه. فزياراتي على لبنان كانت كثير مختصره. بدنا نروح نتغدى يلا ونكفي حديثنا. رجعنا رجعنا. فاصل قصير مشاهدينا ونعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه الحلقة من يوم مع ميسون، واليوم طبعا مع تمارا جمال الفاشينيستا اللبنانية. جينا نتغدى، فينا نقول نتغدى صح؟ واضح يعني ما في داعي أسألك كيف تحافظي على جسمك لأنه واضح أنه ما بتاكلي. بالعكس تحت الهواء هلأ سألتيني كيف فينا نحافظ ما ناكل. بالزبط. لا بالعكس، يعني انت طلبتي فتوش، انا اصريت انه لاسمنا عم ناكل طلبت شغلتين، انت فتوش بديك هيك. منبلش بفتوش، منبلش بفتوش، خلينا هيك. وكيف ما بنحكي منشوف كيف الوضع، منشوف كيف بتاخذنا الاجواء. طيب تمارا رح صبر لك اول شيء. انا ورقنا يسلموا تمارا اليوم. بس الست لما بدها تحافظ على جمالها شو اهم شيء؟ يعني في ناس بيقولوا لك انه مش مهم حتى بموضوع الازياء، يمكن بس تلبس يلي بيلبق لها، يمكن بس تلبس يلي بتكون هي مرتاحه فيه، لانه مش اي حدا لبس اي شيء انه على الموضه، او حتى لو مش ضروري صرنا نعرف هلا صار في حتى يعني انتخابات لها علاقه بالجمال لناس مش ضروري تكون عم الناس عم تحكي رفيعه الجسم او ضعيفه او صح. والله هالايام يعني مع الانفتاح اللي عم نشوفه بالسوشيال ميديا ما بقى في معايير او مقاييس معينه فيك تقولي للجمال. يعني بطلنا لازم يكون طوله ما بعرف متر وقد ايه، وزنها بين عرفتي ما بقى ستايله ايه. وبيني وبينك الماركات او الكولابوريشنز عم تصير هالايام مش على مقاييس معينه اللي هي البرفكت، لا بدي يكون في عندك شيء يقدر البراند يحسه ناتشرال، عرفتي؟ منه شيء انه شيء سو بيرفكت بدنا اياها، لا ممكن تكون ممتلئه، ممكن تكون كثير 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 اوفر ضعيفه. يعني ما بحس في معايير معينه هلا هالايام. صح. وحتى للناس اللي مش بهالمجال يعني انه بالنهايه مهم في شو شيء بيميزها وتكون طبيعيه. صح. بحس اكثر شيء يمكن تعلمته واللي فهمته والبراندات كثير بتحبه هو شخصيه الانسان. يعني قد ايه بحسوا شخصيتي بتناسب هالاعلان او هالمنتج او هالبراند، او قد ايه المنتج بيناسب حياتي. هل انا شخص بلعب رياضه ففعلا ممكن احتاج هيدا المنتج او البراند، عرفتي؟ فكيف بيناسب شخصيه الانسان وحياه الانسان، انا برايي هيدا الاهم. بشو اكثر شيء بتعتبري انت بيميزك؟ طبعا ما انه طلبتي فتوش انت حسبوا لي فتوش. بيميزك وبيلفت البراندات بتوقع طبعا شعرك اسم الله ما هلا ممكن ايه. يعني واحده من القصص اللي صح دايما ثانك يو تلفت او الناس بيسالوا عنا كيف بتحافظي على شعرك، كيف بتعتني بشعرك، واكيد ثانك يو واكيد كيف. وهذا الشيء انه منه سهل، عرفتي؟ يعني العالم تحب تاخذ نصايح، فاي ون اوف ذا ثينجز في يقول هو اكيد شعري. بس غير هيك بركز اكثر على الستايل، يعني ستايلي ككل ان كان شعري الميك اب التيب، يعني اتس ا فول باكج فيك تقولي. صح. والناس بتحب تسمع وتاخذ نصايح خاصة من حدا مش بس انه معروف ومؤثر مثلا مثلك على الانستغرام، لا من حدا انه هي عن جد شعرها كثير حلو، يعني حتعطينا عرفتي التيب حتكون عن جد يعني عارفة هي شو عم تعمل. ايه لأنه بيوثقوا فيكي، يعني شيء شايفينه عليكي حابينه عليكي بشوفوكي كيف تعتني فيه.
هيدا على يعني مستوى الشخصي واليوم يعني كل يوم كل يوم بشوفوكي بهالطريقه فبيبنوا هيدي الثقه معك بيصدقوكي عرفتي؟ يعني منك عم تعملي اعلان هيك فجأة على شيء. انت هيك تعملي يعني لازم تكوني مصدقة البراند وعن جد جربتيها وحبتيها لتعملي 100% لأنه في كثير أنا إعلانات انرفضت يعني مش أي إعلان بيجيني رفضتيها. رفضتها لأسباب كثيرة ممكن تكون وأنا ما بشوف حالي بهالكامبين أو بنوع الإعلان أو بالماركة هيدي اللي أنا مثلاً يمكن ما بآمن فيها بقلك مستحيل ما بعمل لها إعلان عرفتي إنه لا بستعملها وأصلاً ما بصدقها ممكن تكون يمكن مش منيحة فليه أنا بدي أحكي فيها عرفتي كيف؟ يعني ما بربط قليل ناس بتعملها في ناس بتقول إنه بستفيد وبتعملها أكثر شيء تجاري صح؟ ليكي في يعني كيف بيقولوا it's a fine line شعرة بين الشيء اللي عن جد فيك توثقي فيه وتصدقيه وفي شيء يبين انه انت بس عم تعملي له دعايه انك انت ياما يمكن انا تعرفت على ماركه يمكن ما كنت استعملها فعلا بس من بعدها بلشت استعملها مش غلط نهائيا بس انه يكون شيء انت you don't believe in it وعم تعمليه بس كرمال دعايه او اعلان بجرب ما حط حالي بهالخانة. طب تمارا بمين قبل ما تبلشي شغلك وهذا الشيء حتى من زمان قلتي لي قبل انه انت كنتي من زمان وانت وصغيرة بتهتمي باللبس وتغيري بتيبك مليون مرة وامك تنتبه لك وميك اب وهالقصص بمين كنتي متأثرة مين كنتي تشوفيها انه شو حلوة وشو بتلبس حلو؟ يعني ما في حدا معين او شخصيه معينه وحده كنت بس اللي بتذكره انه كثير كنت حب احضر ملكات الجمال ما كنت أفي شيء مس يونيفرس مس وورلد مس لبنان ما بعرف كنت انبسط وكنت كثير صغيره يعني كان عمري يمكن تحت العشر سنين مش انه عرفتي تينيجر او هيك بلشت اكبر هولي كنت كثير حبهم وطبعا المسلين يعني كنا نحضر كثير افلام وكنت احضر افلام مع اهلي كنت دائما يلفتني الستيل المسلات جاي لو بتذكر جينيفر لوبيز كانت وحده من الممثلين حتى المغنيين يعني او الفنانين اللي كنت احبها وبعدني بحبها كثير وبعدها وبحسها يعني شخصيتها مثل ما بقول لك الشخصيه هي اللي بتلفتني تفرض حالة صح وبعدين اللبس وهي يعني شيء غنيه عن التعريف ستيلها روعه ولهلا بينحكى فيها يمكن وهلا اكثر انه بهالعمر وبعد هالقد محافظه على كل شيء وجمالها ممكن اقول جينيفر لوبيز اكيد لانه ستيلها الستيل اللاتيني هيدا كثير بيلفتني صح كثير بهالعمر طبعا ما قصدي انه كبير كثير بس انه بعدها هالقد محافظه بهالجمال وبس صح انا بس بدي اقول ما صبيت لك مطبل باذنجان لانه انت ما بدك احسن ما يفكروا الناس عم لا ابدا ابدا بس فتوش حتى صبيت لك ورق عنب وما بتاكلي بس فتوش طيب تمارا هلا اليوم مين عن جد بتحسي هو المثل ك اذا حكينا يعني ما ضروري بس نحكي كشكل اكيد كعن جد حدا بيقدم كونتنت بتحترميه يعني وحده محافظه عم تهتم بحالها لسيده جميله وانيقه ومرتبه وبنفس الوقت ككونتنت كمضمون كرقي كشخصيه كتعامل مع الناس ليكي في كثير ما رح اقول يعني دائما بفضل ما سمي اسماء معينه لانه اكتريه البنات اللي موجودين على السوشيال ميديا رفقاتي وبعرفهم وبحترمهم وبحب شغلهم وفيك تقولي يعني we motivate each other منشجع بعض على محتوى منحسه انه محتوى راقي للعالم ومن فيك تقولي بذات الدومين يعني حلو فضل دايما ممكن ما سمي اسامي معينه لحتى غيرهم ما يزعلوا او يحسوني اني عم فضل حدا عن حدا بس أكيد. اللي فيه اقول لك انه يعني بعالمنا العربي وب يعني على المستوى الخليجي في اسامي رائعه ومبدعه بالكونتنت طيب انت كيف تحبي تاثري كيف تحبي تاثري بالناس ليكي هيدا بحسه سؤال كبير ومهم يعني شو ما بجاوب
ما بعرف اذا رح اعطي الجواب الصح او الجواب اللي له قيمته، لانه كلمه انك تاثري بشخص بحسها بتحملني مسؤوليه كبيره، لانه حدا يجي يقول لك انه انت مثلي او انت قدوتي او انا بس اكبر او انا بس يكون عندي بنت بدي اسميها تمارا، او بيوصلني كثير هيك مسجز اكيد بنبسط، بس بنفس الوقت بحس انه انا كيف مسؤوليه يعني كيف وصلت كيف انه عم اقدم هيك شيء ممكن عن جد انه يخلي العالم تشتغل على حالها to believe in herself. عرفتي؟ شو بتحبي بالاعمال الخيريه؟ اكيد بتحبي كمان تساعدي غير انه تاثري بالناس من خلال اسلوبك بالحياه وطريقتك، كيف بتحبي كمان تفيدي وتساعدي؟ هلا في مساعده ممكن تكون طبعا مش ضروري دائما بالمال، بالعكس ممكن تحققي، ممكن حدا شيء بنت مثلا صغيره يمكن مريضه حابه تشوفك تتعرف عليك وتتصور معك مثلا. طبعا مثل ما قلتي هي الاعمال الخيريه مش للاعلان، فأكيد معظم الأعمال الخيرية اللي منقوم فيها إن كان من قبل يعني برا السوشيال ميديا ولا على السوشيال ميديا بتكون خاصة وبرسونال، وطبعاً على مثلاً شهر رمضان وهيك بيكون في كتير أعمال خيرية نحن منقوم فيها، مش ضروري تكون معلنة عنا كلها. بس اللي فيه قلك إياه إنه أكيد لما بيجي فترات فينا ندعم فيها مبادرات أو ندعم فيها فيك تقولي يعني مش مشاريع بس ناس مثلا محتاجة أو موضوع محتاج إنه ينتشر وتعرف العالم عنه أكتر، أكيد دايما بنكون مستعدين إنه نساعد وندعم وننشر الخبر. هو حلو الحديث عن موضوع الأعمال الخيرية والمساعدات والمبادرات مثل ما هلأ عم تقولي، وأنا بحب أسأل دايماً عن هالموضوع لأنه مثل ما قلتي كلنا أنه بنعرف أنه ما حلو الواحد يحكي عن هالمواضيع، بس حلو تشجعي طبعاً وتلفتي النظر أنه لا نحن يمكن أوقات الأيام تخدنا والحياة ما ينسى الواحد مو لازم يساعد غيره ولو بشيء بسيط. هلأ أنا رح أحكي شوية كلمة تاكلي على قلبي. يلا. طب مع الناس تمارا كيف بتتعاملي؟ كيفك مع الناس؟ هل انت اجتماعية مش كتير بس كشغل لما يطلب الموضوع صاير معك مواقف مثلا هيك نفرتك شوي؟ انا ك يعني شخصيا او شخصيتي بشوف حالي اكيد اجتماعية، يعني انا من النوع اللي بحب العالم، بحب الناس. عندي فيك تقولي مثل دايرتي من رفقاتي، ما خص اذا بالوسط الفني او عرفتي، في عندي ماي اون بيرسونال لايف فيك تقولي حياتي الشخصيه، بحب احكي انا والعالم، بحب اسمع للعالم كثير. عندي كثير رفقات يعني من انا وصغيره لاني هون، فبعرف عندي معارفه بدبي بالامارات حتى برا، بس يعني من النوع اللي فيك تقولي ما اجتماعيه، يعني بحب العالم بحب اقعد مع العالم، بس كمان بيجي عندك اوقات بتحبي تقعدي لحالك، بتحبي دائما تفكري، بتحبي تشوفي لقدام، تقيمي انت شغلك وين صرتي، كيف ما بعرف كيف علاقتك ممكن تكون مع أهلك، ممكن تكون مع عرفتي، يعني حلو الواحد أمرار يقعد مع حاله ويفكر لحاله ويراجع طبعاً أفكاره طبعاً قبل ما يقضي حياته اليومية مع العالم والأشخاص اللي بيشوفها. صحيح طبعاً. بدي صبلك بعض. لا أنا خلص هيدي هي؟ هيدي هي تمارا. نحن بعد ما طلبنا أكل، يعني أنا بدي أسألك أمتى بدنا نطلب الأكل؟ يلا جاهزين. تمارا السلاح الأقوى للمرأة شو؟ أنا بعرفه لأنه عرفت أنت شو قريت. شو قريتي؟ حسيت من الأسئلة اللي عم تعطيني إياها في أجوبة كتير. أكيد لأن حضرت لك مقابلات. أنا بالنسبة لإلي ودايماً بقولها وعطول بقولها حتى لأخوات وللبنات أنه سلاح المرأة هو علمها، وصح في يمكن كتار يقولوا لي بس
انتو درستوا شيء وعملتوا شيء تاني وهيدا كله. انا لما اقول علمه ما قصدي اللي انت شيء درستيه يعني تشتغلي فيه او تقدمي فيه لحتى تكوني انت شيء من هيدا اللي درستيه. بالعكس لما بقول علم ممكن يكون اي شيء، ممكن يكون الثقافه تبعيتك اللي بتقريها كل يوم، اللي بتسمعي عنها كل يوم، اللي يعني بتغذي حالك. انا ممكن في كتار ما بيعرفوا انه انا شخص كثير بحب العلم، يعني انا وبالجامعه كنت اذا مش 100% 99% يعني، وبالمدرسه وكبرنا هيك. بزنس بالجامعه اداره اعمال. كنت قبل اداره الاعمال اخذ قرار كنت بدي فوت هندسه، فكانوا يعني كانوا شغلتين بالنسبه لي مهمين قلت لبعدين. بس برجع بقول الثقافة اللي هي ما بتوقف، يعني غير انت انك درستي بالجامعة، خبرتك بالشغل، هلأ ممكن كتير قرر اني ارجع اعمل ماسترز مرة تانية، يعني شو ما بيخطر عبالي بحس انه لازم تضلك تنمي حالك بهيدا الشيء. بعدين العلم دايما بيقولوا لنا اهلنا انه العلم حتى لو مثل ما قلت اشتغلتي بشيء ثاني، بس اذا صار شيء لا سمح الله وبمجالك وقفتي عندك شهاده، مثلا عندها شهاده بالتدريس فيها تعلم. سو مهم الموضوع بغض النظر اذا كنت بتشتغلي بمجال اللي تخصصتي فيه. نختم بسر عن تمارا جمال ما بيعرفوا الناس. سر شو بدي؟ بدك اياه شي الناس يعني تسمعوا عن جد لاول مره عن تمارا. انت بتختاري ليكي ما بعرف، ما في سر على يمكن الصعيد المهني فيك تقولي، لانه يعني شغلي افضل يكون على الصعيد الشخصي. هيدا اللي بدك تساليني. ما بعرف اذا في يقول كتار يمكن ما بيعرفوا بعد شو في عندي مشاريع لقدام على الصعيد الشخصي. بس ما رح اعلن شيء بعد، بس في اقول لك انه في شيء جاي. طيب خبريه حلوه. مسك الختام اللي طلعت بالحلقه. بنتمنى لك كل خير، تستاهلي حبيبتي تمارا عن جد. ثانك يو كثير تمارا جمال على الوقت الحلو. وانا طبعا انت خلصتي اكل وانا جوعانه هلا بنكمل تحت الهواء اكل. ثانك يو تمارا. ثانك يو اليك وثانك يو لكرو العمل. كثير انبسطت عن جد معك، انت شخصيتك كثير حلوه وشخص كثير عن جد يعني بتفتحي هيك النفس للواحد يحكي، وعن جد انبسطت معكم. شكرا لك، تسلمي. وانا بدي اشكركم مشاهدينا على متابعه هالحلقه من يوم مع ميسون. الى اللقاء. We'll be right back.